أثر بعد عين، هكذا تحولت مناطق واسعة في شمال قطاع غزة إلى ركام بعد قصف إسرائيلي زادت وتيرته الليلة الماضية. مئات الآلاف هدمت بيوتهم وعائلات بأكملها محيت أسماءهم من السجل المدني بعد أن استشهد جميع أفرادها. طبيعة الصوت، التفجيرات، الطيران F-16 كان يعني شغلة عمرنا ما كنا نتخيلها، وكانت صواريخ مستجدة يعني ما شاهدناها على الحروب الماضية، في حرب 2014، في حرب 2008، في حرب 2012، لأول مرة بنسمع صواريخ بهالصوت وبهالدمار. وفيما يتزامن هذا التصعيد مع ذكرى النكبة الفلسطينية عام 48، تبدو مشاهد التغريبة مشابهة لما قبل 70 عاماً. أرادوا في هذه الحملة أن يعتبروا أن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، لكن القدس أعادت توحيد كل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، لتؤكد مرة أخرى الرواية الفلسطينية أنها رواية شعب طرد من وطنه، خاصة على أبواب الذكرى 73 للنكبة، يعيد التأكيد مجددا على أن هذا الشعب متمسك بحقه. وصعدت إسرائيل من هجماتها على القطاع منذ الاثنين الماضي وحتى هذه اللحظة، مما تسبب في ارتقاء نحو 100 شهيد وإصابة المئات. ما فتئ الاحتلال الإسرائيلي من جولة التصعيد هذه استهداف المدنيين العزل وبيوتهم، جريمة إنسانية بكل ما تحملها الكلمة من معنى، يحاول الاحتلال الإسرائيلي ضرب المقاومة الفلسطينية. سعد عكيلة، العراقية الإخبارية، غزة، فلسطين.